مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. في هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من الآلات والأدوات التي ستذهلكم. مستعدون أصدقائي؟ هيا بنا لنبدأ. الثلج الجاف هذا يجعل خزان الغاز يبدو جديدا تماما، وذلك بعد إزالته. تشكيل مكونات السيارات باستخدام الضغط الناتج عن البكارات الدوارة. إذا كانت لديك حديقة كبيرة في المنزل، فهذه الآلة ستخدمك حقاً. تعتبر عملية طباعة العين خطوة لا غنى عنها لخلق مظهر خاص وجذاب برؤوس هذه الدمى. قطع بعض رقائق الكبش القديمة والإلكترونيات. عملية الإنتاج الضخم للرقع باستخدام ماكينة التطريز هابي. هذا روبوت يأخذ منك عجائن التاكوس. أرجوك ألا تنتهي من هذه العملية، فهي مريحة للأعصاب. شاهد كيف يتم تشكيل قطعة من المعدن بسهولة تامة. إزالة الندى من العشب لها فوائد زراعية مثل تقليل شدة المرض وتحسين جودة القطع. يبدو هذا الأمر مسل جدا. لا تنسى إذا أعجبك هذا البوم كيتشن أن تعطينا إعجابك على الفيديو. ليست هناك حاجة لتوصيل الخطوط يدوياً، لأن هذا الموازي بهذا الجهاز يمكن توصيلها بسرعة. إذا كنت من محبي اللحوم الحمراء المشوية، فشاهد كيف تصنع. من الرابط العادي إلى الرابط الكوبي في أقل من دقيقة. إزالة الثلج والجليد من أسطح المقطورات يعزز السلامة المرورية يا صديقي. الحصول على حساء فاصوليا جيد تماماً ناعم وكريمي يجب أن يمر بعملية تصفية شاملة. أصدقائي، نترككم مع بقية الفيديو، ففرجة ممتعة. إنشاء مصفاة الأسلاك لثني الأسلاك ونسجها في هيكل يشبه السلة. تبدو هذه العملية مسلية حقاً. إنها مريحة للأعصاب.
يتم قطع أسياخ الخضار الحلزونية والمستقيمة تلقائياً، وذلك بفضل هذه الآلة وفي بضعة ثواني. إذا كنت من محبي آلات الضغط، فاستمتع بهذه الأشياء. إنه عمل فني رائع أن تزيل هذا الطلاء. يا إلهي، إنها تشرد هذا الجذع والشجرة كاملة من كل الأغصان الفرعية. إنها آلة مرعبة. يحاكي اختبار القوة الناتجة عن الأمواج الطبيعية لاختبار المواد المستخدمة في بناء السدود. لمنع الحريق والانفجار بسبب الاحتكاك، يجب أن يظل الفحم رطباً. هل شاهدت من قبل كيف يتم غسل الحافلات؟ إليك! يبدو وكأنه انفجار حقيقي، لكنه في الحقيقة مجرد ألعاب نارية. يتم إنتاج رغوة سلاب ستوك بألوان مختلفة. على ما يبدو، إنها آلة طباعة ثلاثية الأبعاد. هذا العامل يقطع الجلد، يبدو مركزاً تماماً. وماذا عن هذه يا صديقي؟ فهي خصائص عازلة ومرنة لرغوة البولي إيليثين، تجعلك شريكاً موثوقاً به في تغليف البضائع يا صديقي. أليست مريحة هي كذلك؟ لا تخطئ في اعتبار هذه الأشياء البيضاء، فهي في الواقع ملح من بحيرة الملح الكبرى التي يتم حصادها. شاهد كيف تصنع هذه العصي الخشبية بتساو تام. وهكذا يتم وضع الغراء. إنها طريقة ذكية. بعد الآن لن تحتاج لعمال الطلاء، فهذا الروبوت يقوم بعمله تماماً. هذا الليزر يبدو حاداً جداً. إياك أن تضع يدك بدل هذه الخشبة. تأمين البضائع بغطاء الباليت، وذلك لمنع التحول. شاهد كيف يتم تجميع كل هذه الأزرار ووضعها بتناسق تام. شاهد كيف يتم إزالة الأعشاب من حافة الطريق. يبدو هذا القلم عجيباً. يجب أن أمتلك واحدة في منزلي، لأنني أصبحت أعيش في فوضى. شاهد كيف يتم ملء قنينات الزجاج. لا يهمنا مدى سماكة الطبقة الخرسانية، فبهذه الآلة يمكنك اختراق أي شيء مهما كان صلبا. تعد المعالجة الحرارية لإحدى العمليات المهمة، وذلك لضمان جودة التروس، فبعدها تصبح صلبة تماما. وهكذا يتم ختم أسماء المنتج على العلب. يمكن لهذه الآلة الضاغطة أن تضغط ما يزيد عن 100 رطل من زيت السمسم
وذلك في ساعة.
Thank you.